هل نصاب بالذعر؟ كل شيء جديد علينا. كيف أعرف أني مصاب بالكورونا؟ اقعدوا في بيوتكم. ليش ينتشر الفيروس بهذه السرعة؟ هل ينتقل الفيروس في الهواء وعلى الأسطح؟ ليش هذه المعلومة مهمة؟ لا أحد يعلم العدد الحقيقي للمصابين به في العالم، ولا ندري كم سيقتل من البشر حتى يتوقف عن الانتشار. أنت وأنت اللي تختارون، إما كارثة وإما نعدي كلنا هالأزمة بسلام. لحظة، الليلة 7:30 بتوقيت السعودية على الـ MBC 1.